أخبار اليوم. مرسي جدا، ألف ألف شكر. مرسي. يمكن الألبوم ده خد عن يعني شوية من الوقت، تكلمينا عن كواليس المعاناة وإنه أتأخر ليه في الظهور، وبعدين هنتكلم عن التعاون بيه بالتفصيل مع الشعب. لا هو طبعا خد وقت فعلا كتير شوية، كان الوقت من عندي أنا المشكلة، دايما كنت مترددة جدا، بس الحمد لله التردد ده في الآخر خلاني أختار بعناية شوية وأدقق شوية، وده أكيد في مصلحة الألبوم. والحمد لله كل الردود الأفعال اللي بتيجي جميلة وكويسة، فالحمد لله إن كل تأخيرة فيها خيرة. يعني حاولت في الألبوم ده مع شعراء وملحنين، جيل من الناس الأسماء المعروفة وجيل من الشباب، كلمين على الميكس اللي فيه، وانت ازاي على أي أساس اخترتي الأغاني مع الملحنين، وكنت في كيمياء بينهم؟ هو أنا طبعا حاولنا نعمل ميكس فعلا زي ما بتقولي من الشعراء الكبار وما بين المواهب الجديدة وما بين الملحنين الكبار والمواهب الجديدة والموزعين كمان. طبعا ساعدني جدا الحقيقة في الاختيارات كلها أستاذ وليد منير الملحن، هو اللي نفذ الإنتاج كله، هو اللي كان مشرف على الألبوم. اخترنا بقى سوا طبعا فنانين كبار، مش محتاجين إن الواحد يفكر عشان يكلمهم. طبعا استاذ بهدي محمد كان منورنا في الالبوم، استاذ احمد شيتا، استاذ سلام علي، من الملحنين في طبعا محمد يحيى، في محمد باديان، في مديح من الناس الجديده، في يعني الناس فعلا قديمه وناس جديده، كلهم احسن من بعض. كان الفيصل الوحيد دايما هو مين اللي بيقدم اغنيه جميله ونحبها ونصدقها، وانا سعيده جدا بالاختيارات كلها الحقيقه في الالبوم، واتمنى يا رب دايما يكون في البوم كل سنة يا رب، ونقدر نقدم أكتر وأكتر يا رب. يا ريان، أحلى أكتر أغنية أخدت منك عناء في التحضير وكنت حاساها قوي قريبة منك؟ والله كلهم فعلا، والله بجد، بدون يعني بدون اي تحيز وبدون مجامله، انا فعلا حبيت كل اغاني الالبوم، لاني ما بعرفش اغني حاجه الا لو حباها. يمكن احلى هديه كانت غريبه عليا شويه، خدت وقت على بال ما حسيتها ان هي تنفع معايا، يعني كنت حابه الاغنيه جدا بس خايفه ان انا اغنيها، بس لما غنيتها حبيتها قوي وصورناها طبعا. لكن تقريبا كل اغاني الالبوم بحبهم جدا وزي بعض. يعني مزيكا ضمت أسماء زي ريهام عبد الحكيم، أسماء تانية كتير، إيه اللي الطفرة أو الشكل المميز اللي ضافته شركة مزيكا مع ريهام عبد الحكيم؟ هو الحقيقة إن شركة مزيكا تقدم إيد المساعدة للنجم يكون جاي بيثبت نفسه، بيحاول يثبت نفسه، دي لوحدها في اعتباري طفرة كويسة جدا، واتمنيتها من زمان. وقبل كده شفت طبعا أستاذ محسن جابر واتكلمت معاه، وحسيت إن هو مستعد جدا يعمل أي حاجة عشان يساعد أي فنان بجد، ولما جينا بقى عند التنفيذ حسيت إن كلامه فعلا سليم وحقيقي، ورشح لي طبعا أستاذ هشام الجزار كمان ان هو يكون المشرف المباشر على الانتاج، وطبعا انا بشكرهم جدا من كل قلبي على المساعده الكبيره اللي قدموها لي في ألبوم احلى هديه. احلى هديه الكليب اللي بيتذاع دلوقتي حاليا على الفضاء، كلمينا على الكواليس بقى ورا هذا العمل الجميل اللي احنا شفناه. الحقيقه بشكر طبعا استاذ عمرو سليمان المخرج، وليد منير الملحن، الكلمات لسلامة علي. الكواليس كانت مجنونه شويه لان انا كنت لسه والده بنتي هنا، وطبعا كنت يعني خايفه جدا ان انا مش لاحقه ارتاح ومش لاحقه اعمل حاجه، بس الحمد لله كان كليب موفق جدا، وما خدش وقت في تحضيره وما خدش وقت في تنفيذه، وطلع الحمد لله يعني نال استحسان ناس كتير، وان شاء الله كمان نعمل كليب تاني لاغنيه تانية، وربنا يوفقنا يا رب. في اغنيه سنجل انت هتعمليها في الالبوم؟ لا هي دي هصور اغنيه تانية بس من نفس الالبوم، لكن هي ما فيش يعني سنجل بعد الالبوم ان شاء الله، هنحاول ننزل قريب قوي اغنيه سنجل. في مشاريع جديده تانية ريهام غير كليب ولا عندي حفلات في شرم الشيخ لتنشيط السياحه، واتمنى يكون في اكتر، واحتمال كمان اسافر البحرين في مهرجان البحرين اولا. يعني مشاريع لسه بنخططها وبننفذها، وانتوا دايما معانا بتعرفوا كل الاخبار يعني.